الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي الكريمات في وصفة جديدة اللي هي تارت أو فخاز. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير. عندنا هنا 250 غرام فرينة مغربلة، عندي هنا 125 غرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، عندي هنا بيضة، عندي 90 غرام سكر رطب، عندي شوية فاني، ملعقتين من الزيت، ورشة خميرة كيميائية، بلا ما ننسى اون بانسي سال حطيتها في الفرينة الداخل. نروحو مع بعض طريقة التحضير. جيبو هنا ريسيبيون، أول حاجة نحطوها الزبدة تاعنا، نزيدو السكر الرطب، نزيدو لافاني، ملعقتين من الزيت، والبيضة، وندخلو كلش مع بعض، نستعينو بالفوي. بسم الله. ندخلوا كامل المكونات مع بعضهم حتى يتجانسنا الخليط. نكمل نخلط انا ونولي ليكم. ها هو القوام اللي تحصلنا عليه بعد ما دخلنا جميع المكونات مع بعضها. هنا نبدا نزيد في الفرينه بشويه، ها هو القوام تاع العجينة بعد ما كملتها. دوكا نديرها في ان بابي فيلم ونحطها تريح في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ونروح نشوفو مقادير الكريمة. وهنا لاكريم، عندي 450 مليلتر من الحليب، 4 ملاعق من السكر العادي، عندي ملعقة من الزبدة، بيضتين، عندي ساشي دو سكر فانيلي، سكر الفانيليا هذاك على ساشي، عندي 3 ملاعق من المايزينا، عندي لافاني هنا باش ننكهو بها لاكريم ديالنا. اول حاجه نديروها نديو الحليب يرخص حتى لدرجه الغليان. بعد نجيبو ان ريسيبيون نحطو فيه البيضتين تاعنا، نحطو فيه السكر، ونحطو فيه النشا، نخلطو كلش بارد في بارد، نزيدو سكر الفانيليا، نخليو لافاني هي في الاخير باش تقعد لنا لاكريم تاعنا تريح مليح. نخلط هادو مليح مليح، والزبدة حتى الاخير حتى تعقد لنا لاكريم باش نزيدو فيها ملعقة تاع الزبدة. وهنا بعد ما غلى الحليب ديالنا نبداو نزيدو فيه بشويه على الخليط تاع البيض والسكر والمايزينا. هكذا بعد ما خلطو كامل نعاود نردو لاكاسرول ديالنا ونديه فوق النار يعقد. انا نكمل ندي الكريمه تاعي فوق النار ونولي لكم. وهكذا بعد ما عقدت لاكريم تاعنا، اول حاجه نزيدوها الزبده وهي سخونه،
ونزيد الفانيليا. ونخلطه مليح. وهكذا بعد ما نكمل نخلط الكريمة تاعي نحطها في إناء، نحطلو عليها بابي فيل ونحطها تبرد في الثلاجة ونولي ليكم. وهكذا بعد ما ريحت لاباط تاعنا خرجتها من الثلاجة، وهنا جبت ان بابي سلفيريزي ورق الطهي، نحط واحد هكذا ونحط فوق العجينة، ونزيد نحط واحد كوكوب باش تسهل عليا نخلط العجينة تاعي. وجبت هنايا المول تاع لاطارت تاعي، نكمل على نحل العجينة ونولي ليكم. ها هي لاباط تاعي بعد ما حطيتها في الصينية تاعي، دوك نسوي لها الأطراف بالفرشيطة باش يقعدوا حاكمين. ونزيد نتكبها دوك. انا شعلت الفور تاعي على 180 درجة، خليته يسخن. دوك نزيد نحطها 4 ساعة في المجمد باش تحكم قبالها روحها، باش كي نحطها ما يروح ما يهبطوش هذو الاطراف تاعها، ما تقعد هي. نديها هنا المجمد ونعاود نولي لكم. وهكذا بعد ما طبس لي لاباط تاعي حطيتها ديريكتومون في صحن التقديم باش كي نحط لاكريم ما تكسليش لاباط، باسكو تجي بزاف هشيشة. وهنايا دي فريز كسيتهم شرائح هكذا بالطول. لاكريم تاعي خرجتها من الثلاجة وعاودت درتها بالفوي شوية. نبداو بسم الله. أول حاجة نديروها نحطو لاكريم تاعنا. اللي يحب يحط بين بوش عدوي، واللي يحب يحط بالملعقة كيما تحب. لاكريم تجي بزاف ليس، تجيك سهلة للخدمة ما تعذبكش كامل. وانا السيرو باش نحط فوق لي فريز هادوك درت قصيت دي فريز دي كاري صغار مربعات صغار. لا فريز اللي جبرتها طايبه بزاف قصيتها وحطيت لهم 4 ملاعق من السكر وكاس من الماء وحطيتهم يطيبوا فوق النار. كي طابوا جبت حصفايه وصفيتهم مليح مليح. ديك الساعه هذاك لو سيرو دهبط لي من تحت وهو ده نحطوه من فوق فوق لا فريز تاعنا باش تجي لا بريونس هذيك في بلاصه لا جولي. نبدأ بسم الله. انا نكمل تزيين تاع لاطارت وفخاز تاعي ونشوفوا مع بعض النتيجة في صحن التقديم. وهكذا نكونوا لحقنا لنهاية الفيديو لنهار اليوم. ها هي النتيجة تاع لاطارت وفخاز تاعنا، جات بزاف مليحة، جات ما شاء الله. لاباط تاعها جات بزاف مقرمشة، جات طرية. لاكريم تاعها. الى عجبكم الفيديو خليو لي اعجاب وخليو لي ان كومونتير، والى عمركم ما دخلتوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والى وصفة اخرى، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.